في الأصل كان 6 خزانات موزعة على أحياء بغداد لضمان تزويد العاصمة بالمياه. خزانات بغداد كانت حتى 80ات القرن الماضي عاملة بدورها، وكانت جزءا من الكيان المعماري في حي القاهرة والباب الشرقي والمنصور والجعافر ومدينة الصدر والسباع، قبل أن يفكك بعضها ويتوقف العمل بالباقي. الأمانة ترى وجودها فنا معماريا، وهو ما يراه أصحاب الاختصاص مخالفا للمعقول. هي صار مشروع أنها توقفت لسبب أشكال، بها فطور صارت وبها تشققات وأصبحت مرتع للبكتيريا، لأنه هو أصلا التدفق البطيء للمياه يولد ركود المياه وما يؤدي إلى أمراض. فأصبحت هي واقفة عن العمل، فأكيد أصبحت نشاز بالنسبة للتصميم الحضري أو النسيج الحضري اللي موجودة بداخلها، اللي هي داخل المجمعات أو داخل الأحياء السكنية. وهي بالكبر اللي يعني هي كلش خلينا نقول عليها هيوج وضخمة، بحيث لا يمكن التعامل معها. فأنا أعتقد إزالتها وإعادة تصميم إذا احتاجت المناطق هيج خزانات وإدخالها مع التصاميم بشكل يليق بالمناطق السكنية ويليق في بغداد ونسيجها الحضري، فعلى الوضع يعني هي أعتقد يشيلوها أحسن. البعض يراها طريقة بدائية لضخ المياه أكل عليها الدهر ولم يشرب، لكن أهالي المناطق التي لا تزال تحتفظ بخزاناتها يتساءلون ما دور وجودها وما الغاية من ارتفاع هذه الهياكل الكونكريتية العملاقة إذا لم تكن حلا لأزمة مياه الشرب. إذا ما تخدم الناس وتقولي شيء قديم إزالتها أفضل، أكو هالتقنيات الحديثة موجودة كل شيء، مو والبلد ده يتطور والعالم كله ده يتطور، فمن الأفضل يكون يتبدل. أشهر مي ماكو بتوصل للناس، هذا كان الخزان يوصل المي لعدد كبير من الأحياء، لذلك هم كلهم ذولا يشتغلون، هذه قد استفيد من عنده يشتغل عليها. ويعود تاريخ بناء أقدم خزانات بغداد إلى منتصف العقد السادس من القرن الماضي، ما يطرح تساؤلات حول تماسكها بهذا الارتفاع وجدوى عدم رفعها، وهي التي يصفها ذوو الاختصاص بأنها خزانات للأمراض والفطريات. هياكل عملاقة في أحياء بغداد بلا هوية، فقط في العراق خزانات المياه بلا مياه، وحلول شحة المياه في الصيف غائبة ولو كان عمرها 4 عقود. من بغداد حمالي الكاتب، الشرقية.